أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من أهل العلم من يعرض عن ذكر النصوص الدالة على طاعة ولي الأمر ظنًا منهم أن ذلك تملقًا وطلبًا للدنيا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تملق ولاة الأمر، هذه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نعمل بها، وهي لمصلحتنا ولجمع الكلمة ولحماية الأمة ولحقن الدماء، فيها مصالح لنا عظيمة هذا التملق. نعم.